كله أعزائي المشاهدين متابعي موقع مصر اليوم في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. ما زلنا مع حضراتكم في تغطية مستمرة من هنا من مسجد المشير طنطاوي لننقل لحضراتكم مراسم تلقي واجب العزاء في والدة الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي الأسبق. زي ما حضراتكم شفتوا يعني كان كابتن محمود خطيب كان أول وأبرز الحضور، حتى الآن هو كابتن مختار مختار لتقديم واجب العزاء في والدة كابتن حسام البدري من هنا من مسجد المشير طنطاوي. ما زلنا مع حضراتكم في تغطية مستمرة لننقل لحضراتكم مراسم تلقي واجب العزاء. طبعا يعني حالة من الحزن لدى الكابتن حسام البدري وشقيقه في وفاة والدته. وصول الكابتن شوبير لتقديم واجب العزاء.
يعني الآن وصل كابتن شوبير لتقديم واجب العزاء في والدة الكابتن حسام البدري وشقيقه، وما زلنا مع حضراتكم لننقل لحضراتكم كل مستجدات العزاء وأبرز الحضور. يعني حرص النادي الأهلي على نعي الكابتن حسام البدري في بيان رسمي، وعرضناه على حضراتكم في اللايف السابق، لكن سنعرض على حضراتكم نص البيان. يعني أصدر النادي الأهلي بيان رسمي ينافي كابتن حسام البدري، وكان مكتوب فيه رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الإدارية والرياضية تقدمون بخالص التعازي للكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي وعضو النادي في وفاة والدته، داعيين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان. يعني حالة من الحزن طبعا تسيطر على كابتن حسام البدري بعد غيابه في تشييع جثمان والدته، لكن كان نتيجة لظروف سفره، حيث انه في الوقت الحالي يعني يتولى كابتن حسام البدري قيادة فريق الزوراء العراقي خلال الفترة الحالية في تجربة جديدة ضمن منافسات الدوري العراقي. طبعا يعني اكد حسام البدري في تصريحات سابقة ان منتخب انه سعيد بتولي تدريب فريق كبير وعريق بحكم الزوراء العراق، وانه شرف كبير انه يتولى فريقا يملك هذه الشعبيه الجارفه في العراق. زي ما حضراتكم شفتوا كابتن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي سابقا يعني يقدم واجب العزاء في والدة الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي سابقا.
أعزائي المشاهدين متابعي موقع المصري اليوم في كل مكان، ما زلنا مع حضراتكم في تغطية مستمرة من هنا من مسجد المشير طنطاوي لننقل لحضراتكم مراسم تلقي واجب العزاء في والد الكابتن حسام البدري وشقيقه الأستاذ وحيد والأستاذ حازم البدري. يعني كنا متواجدين معاكم منذ اللحظة الأولى من هنا من مسجد المشير طنطاوي لننقل لحضراتكم يعني مراسم تلقي واجب العزاء، وكان أبرز الحضور كابتن مختار مختار وكابتن محمود الخطيب، رغم يعني تمام، ويعني مؤخرا جاء كابتن شبير لتقديم واجب العزاء، وكابتن احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي الازرق. يعني سعودي يا سعودي يا سعودي، حرام عليك. Thank you.
أعزائي المشاهدين متابعي موقع المصري اليوم في كل مكان، مع حضراتكم مراسلكم القرشي حسن، وما زلنا متواجدين مع حضراتكم هنا بمسجد المشير طنطاوي لننقل لحضراتكم مراسم تلقي واجب العزاء يعني في والدة كابتن حسام البدري. كنا مع حضراتكم لحظة بلحظة منذ بدء العزاء، وكان ما زلنا متواجدين طبعا يعني نجوم، حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على الحضور وتقديم واجب العزاء، كان أبرزهم طبعا الكابتن محمود الخطيب وكابتن شوبير وكابتن أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى للنادي الأهلي سابقا، وأيضا كابتن مختار محمود يونس، وعدد كبير من نجوم كرة القدم حرصوا على مواساة وتقديم العزاء لكابتن محمود كابتن حسام البدري عفوا، حيث انه درب النادي الاهلي لسنوات طويله وحصد القاب عديده مع النادي الاهلي. Thank you.